بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. الإخلاص. كثيرون منا يعملون، وأخطر شيء في الدنيا، أخطر شيء في السائرين إلى الله جل جلاله، أن يفقدوا الإخلاص. إن أخطر ما في علاقتك مع الله أن تفقد الإخلاص، الإخلاص في العمل. أولا ستسقط من عين الله، ثانيا ستخسر الجنة حتما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي، فلا شيء لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال فماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. ويؤتى برجل آتاه الله القوة فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول الله له عبدي آتيتك القوة فماذا فعلت فيها؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. إخوتي، هؤلاء ثلاثة: عالم ومنفق جواد متصدق وشهيد في سبيل الله، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. أول ثلاثة يدخلوا جهنم: عالم معلم ومنفق كريم جواد وقتيل شهيد مجاهد في سبيل الله. ثم قال علماؤنا أن هؤلاء الثلاثة كونهم يسحبون على وجوههم إلى جهنم باستقراء أفراد الشريعة أنه لا يسحب إلى وجهه إلى جهنم إلا الكافر، فدل على أن الذي يعدم الإخلاص ويفقده تسوء خاتمته ويموت على غير الإسلام. تخيل معي رجلا عالم، قال الله له آتيتك العلم، معلم قال الله له علمت ليقال عالم، ثم يكون أول إنسان قبل الزناة والفجار ومدمني الخمر قبلهم يدخل جهنم لفقدان الإخلاص، لفقدان الإخلاص. الإخلاص